وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا برنامجكم دار السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان الدرس النيل والفرات وهذا أول لقاء نجمع فيه بين مكانين جرت العادة أننا نذكر عنوانا واحدا لكن الارتباط بين النيل والفرات هو الذي جعلنا نتحدث عنهما تحت عنوان واحد كما سيأتي الله عز وجل امتن على عباده بالدنيا بأن سخر لهم الأنهار قال ربنا وسخر لكم الأنهار وقد ذكر الله عز وجل الأنهار كثيرا في كتابه العظيم ذكرها باعتبار جريانها في الدنيا في الأرض وذكرها باعتبار ما يكون في الآخرة وأخبر جل وعلا أن في الجنة أربعة أنهر نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل وهذا كله جاء مفصلا موضحا في كلام ربي عزة والجلال جل جلاله لماذا الحديث عن النيل والفرات؟ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه المخرج في الصحيح عن رحلة الإسراء والمعراج ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم الحديث الطويل المبارك قال ورفعت لي سدرة المنتهى وهي سدرة في السماء السابعة قال بعض العلماء إنها ربما تكون عند ساق العرش اليمنى واختلف لماذا سميت بسدرة المنتهى فقيل إن علم الأنبياء ينتهي إليها وقيل إن ما يعرج من الأرض إلى السماء ينتهي إليها وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام على الأظهر أنه تجاوزها حتى بلغ مكانا مقاما يسمع فيه عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام قال ورفعت لي سدرة المنتهى ثم قال فإذا نبقها مثل قلال هجر السدر ثمرته تسمى النبق باللفظ النبوي وكثير من أهل الجزيرة اليوم يسكنون الباء يقولون نبق والأفصح ما تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا قال مثل قلال هجر هجر الأحساء اليوم والقلال جمع قلة وهي وعاء كبير المخاطبون بالحديث النبوي يعرفونه لكننا نفهم منه أنه وعاء ربما حوى أكثر من قربتين وقال وورقها كآذان الفيلة وهذا كله تشبيه بأشياء محسوسة يعرفها الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا نهران باطنان وظاهران قلت ما هذا يا جبريل فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أشكل عليه من شيء يراه في تلك الرحلة العظيمة المباركة يسأل عنه جبريل عليه السلام إذ أن النبي عليه السلام ليس له عهد بالسماوات قبل ذلك ولا بعد ذلك حتى ارتفعت روحه إلى المحل الأعلى والملكوت الأسنى قال قلت يا جبريل ما هذا قال أما الباطنان فنهران في الجنة وإلى الآن لم يأتي السبب والعلة التي من أجلها تحدثنا عن النيل والفرات ثم قال صلى الله عليه وسلم وأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الظاهران فالنيل والفرات أشكل على العلماء فهم هذا الحديث كيف أنهما من الجنة فقال بعض العلماء إن منبعهما من الجنة ويصلان بقدرة الله إلى الأرض وبعض العلماء يقول إننا نقول إن أصلهما من الجنة كما أن آدم عليه السلام أصله من الجنة كما أن آدم عليه السلام أين كان يسكن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فآدم عليه السلام نزل إلى الأرض وقد كانت سكناه في الجنة ولهذا قال ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم قالوا كذلك إن الأصل أن النيل والفرات كانا في الجنة وهذا أكمل تخريج وقفت عليه لكننا نؤمن أنهما من الجنة من حيث الإجمال وإن كنا نجهل الكيفية وينتهي علمنا إلى ما علمنا الله
وما أخبرنا الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا نرتاب فيه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد كان الشافعي يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول ذلك ونؤمن به ونعتقده. فالنيل والفرات أصلهما من الجنة. هذا الحديث كتوطئة للحديث عن النيل والفرات المشاهدين الآن. فأما الفرات فهو أهل الصناعة الجغرافية يقولون ينبع من تركيا، من جبال في تركيا، وينتهي إلى ما يعرف بشط العرب ثم يصب في الخليج بعد أن يلتقي مع دجلة. ويقال للعراق بلاد الرافدين لأنه يمر بها دجلة والفرات. نبقى في الفرات. الفرات في اللغة أعذب الماء، وبه نزل القرآن، قال الله عز وجل: وأسقيناكم ماء فراتا، وقال جل وعلا: وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. لكن قول الله وأسقيناكم ماء فراتا وقول الله وما يستوي البحران هذا عذب فرات، ليس الحديث عن فرات العراق عينا، عن الفرات ذلكم النهر عينا. الفرات هنا بمعنى العذب المبارك الطيب الزلال الذي تقبله النفوس، هذا معنى كلمة فرات من غير ألف ولام. لكن إذا قيل الفرات فإن المعهود الذهني وذلك النهر الذي ينبع من تركيا، وقلنا يمر على العراق وعلى غيرها، ويمر قبل ذلك على سوريا حتى ينتهي إلى شط العرب حتى يصب في الخليج. المراد من هذا كله بيان معنى كلمة الفرات. العرب في شعرها العربي تقول في شاهد نحوي شهير: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، على رواية بالفراتي. في رواية أخرى: أكاد أغص بالماء الحميمي، لكن نبقى على هذه الرواية. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، ويتكلم عن أمور ألمت به ثم انتهت. فلما انتهت تلك الملمات سواء من محبة امرأة أو غير ذلك، يقول: كان أصبح ما كنت أغص حتى الماء الفرات العذب الزلال كنت أغص به، مع أن الماء أصلا يذهب الغصة، لكنه قال هنا: فساغ لي الشراب وكنت قبلا. قبلا قالوا هذه إضافة منقطعة لفظا ومعنى، فلذلك جاز تنوينها ونصبها، جاز نصبها وتنوينها. والبيت يعني إذا استطردنا ينسب إلى شاعر يقال له يزيد ابن الصعق، والصعق هذا لقب على أحد أجداده واسمه خويلد، ويزعمون أن خويلد هذا أطعم قومه وصنع طعاما كبيرا لقومه في عكاظ في أسواق العرب المعروفة، ثم قبل أن يقدمه لهم جاءت ريح فيها غبار فأذهبت ما صنعه من طعام لقومه، فسبها ولعنها واشتاط غضبا، فأرسل الله عليه صاعقة فاحترق، فسمي بالصعق يعني مصعوق. هذا خويلد جد يزيد القائل هذا البيت: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. نحن نتكلم عن مفردة فرات في اللغة، وأنها الماء العذب الزلال الذي تستطيبه النفوس. نعود إلى النهر الذي هو نهر الفرات. جاء في صحيح من حديث عبد الله بن الحارث أنه قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: إن الناس لا تزال أعناقهم مختلفة إلى الدنيا. قال عبد الله: قلت نعم، أي قلت لأبي نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، ويقول الذي عنده: لئن تركناه لهم ليأخذوه، فيقتتلون عنده، فلا يكاد ينجو منهم أحد، يقتتل عنده 99 نفسا، من كل 199 نفسا. هذا الحديث إذا أتينا بلا حديث آخر كذلك في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمعتم بذلك فلا تذهبوا إليه، يقتل عنده من كل 199. هذان الحديثان ولهما
شواهد أخر وإن كان هما في الصحيح، لكن شواهد أقصد تؤيد المعنى لا تؤيد السند. هذا كله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض ألفاظ الحديث كنز، وبعض ألفاظ الحديث جبل. قال الشراح كنز، وذلك حاله قبل أن يكشف وأن ينحسر يحصر عنه، وجبل باعتبار كثرته، وجبل باعتبار كثرته. متى سينحسر الفرات عن جبل من ذهب؟ صنيع البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو يرتب الأحاديث وقد صنعها بنفسه كما هو معلوم، صنيع البخاري يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن ذلك متأخر جدا، أي عند قرب قيام الساعة، عندما تخرج النار التي تحشر الناس، أي قرب المحشر. وصنيع بعض العلماء وأيده القرطبي رحمه الله في التذكرة إلى أن ذلك يكون زمن نبي الله عيسى عليه السلام، في الزمن الذي ينزل فيه نبي الله عيسى عليه السلام. وقالوا إن المنع من كون الإنسان يأتي إلى ذلكم المكان أن هذه الأمارات دليل على قرب المحشر وعلى فناء الدنيا، فعلى من النفوس تقتتل على المال وهي أصلا الدنيا مدبرة فانية ذاهبة مؤذنة بزوال، فإن من أخذه سيندم. لماذا؟ لأن المال سيفيض ولا يجد أحدنا أين يعطي ماله، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. فهؤلاء العلماء الأجلاء يرون أن ذلك متأخر جدا، من يقول بالأدنى يقول في زمن عيسى، ومن يقول بغير ذلك يقول عند قرب قيام الساعة، عند قرب النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر التي تخرج من قعر عدن. كذلك يأتي يعني يترتب على هذا أن بعضا من الناس اليوم ربما يأتون للأحداث الجارية في زماننا هذا، فهم تعجلا للساعة وما سبقها من أشراط مما يؤمل، يحاولون أن يسقطوا تلك الحديث على ما يحصل في العراق أو فيما جاورها من الدول، لعل الساعة تقترب، لعل أحداث الملاحم تأتي، لعل لعل. ومثل هذا لا يمكن أن يقع بمجرد السعي والطلب، فإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، لا يعجل عز وجل لعجلة أحد من خلقه. هذا الذي ينبغي أن يتنبأ له كل واحد، وأن ما قضى الله سيكون، لكن متى سيكون؟ سيكون في وقته، سيكون في وقته وفي زمنه الذي عينه الله. ولو حرص الناس وجبلوا عاطفة وازدادوا عملا على أن يأتي ذلك، تلك الأمارة تلكم العلامة لن تأتي قبل الحين الذي حدده وعينه الله واختاره وقتا ومكانا أن يكون تلك الأمارة فيه. هذا ما يتعلق بالفرات في الشق الأول من اللقاء. الشق الثاني عن النيل، والنيل ينبع من رواندا أو من غيرها من دول إفريقية، ويمر على كثير من الدول، يمر على أثيوبيا، يمر على السودان، يمر على مصر. هذا النيل جاء ذكره في القرآن، لكنه لم يأتي باسمه على أنه النيل، مع الاتفاق على أن المراد نهر النيل الذي يعبر أرض مصر، وإنما جاء في القرآن تسميته اليم، تسميته اليم. واللغة القرآنية، الألفاظ القرآنية تسمي اليم على النهر وعلى البحر، فإن الله عز وجل قال فأغرقناهم في اليم، يتكلم عن فرعون وآله، ومعلوم أن فرعون أغرق في البحر، في بحر القلزم المعروف اليوم بالبحر الأحمر، لكن سمي نهر النيل باليم. ويرتبط نهر النيل بنبي الله موسى عليه السلام، ذلك أن الله عز وجل لما حملت به أمه ووضعته أمرها الله أن تضعه في تابوت إذا خافت عليه، وأن تلقي ذلك التابوت في اليم. قال الله عز وجل قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. فاليم المراد به هنا قطعا هو نهر، هو نهر النيل، فإذا خفت عليه فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كذلك ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة باسم اليم، وكلها تدور حول أحداث وخبر نبي الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
فالمعنى هنا في سورة القصص هو المعنى في سورة طه، والمراد باليم في سورة القصص هو المراد باليم في سورة طه، وكلاهما المراد به نهر، نهر النيل الذي يعبر أرض مصر، إذ أن موسى عليه السلام ولد ونشأ وترعرع كما نعلم في أرض مصر. شوقي رحمه الله من الشعراء الذين شادوا بالنيل، تحدثوا عنه، ولو في ذلك قافية مشهورة يتحدث فيها عن النيل وما مر عليه من أحداث وما كان السابقون يصنعون به إذا قل ماء وجف. لكنه كذلك له قصيدة أخرى نونية قالها في المنفى يتحدث فيها عن النيل، قال: والنيل يقبل كالدنيا إذا احتفلت، والنيل يقبل كالدنيا إذا احتفلت، لو كان فيها وفاء للمصافين، لو كان فيها وفاء للمصافين. وهذا البيت من نونية شهيرة له، يقول فيها: يا نائح الطلح أشباه عوادين، نشجى لواديك أم نأسى لوادين، ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا، فإن يكن الحال يا ابن الطلح فرقنا، إن المصائب يجمعنا المصابين. لكن مصر وإن أغضت على مقة نهر من الخلد والكافور يسقينا، كأم موسى على اسم الله تحمله وباسمه أخذت في اليم تلقينا، كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الودائع من خير المؤدين. ولا يصح الاستطراد أكثر من هذا في عالم الأدب، ونحن نتحدث في شهر كريم مثل شهر رمضان. المقصود المراد من كل ما قد سلف أن النيل والفرات نهران عظيمان جليلان مباركان. ولهذا قال بعض العلماء إن المراد من جواب جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أما الظاهران فالنيل والفرات على أنهما من الجنة، قال بعض العلماء ومال إلى هذا القرطبي على أن المعنى أن هذان النهران فيهم من البركة، فيهم من العذوبة، فيهم من الخير، فيهما من العذوبة والخير والبركة مثل أنهار الجنة. لكن حمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة أولى من حمله على المجاز ومحاولة إيجاد وجه شبه بينهما كما حررنا في أول اللقاء. قوله عليه الصلاة والسلام: يكاد ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. قال العلماء: هذا إما بتغير المجرى أو بانحسار الماء عنه حتى يكشف، وقد يكون هذا تراكم عبر السنين عبر الحضارات الكثيرة التي كانت تسكن العراق. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق لا يقبل المرية ولا الشك ولا الجدال، وإن كنا لا نعلم من أين تجمع ذلك الجبل من الذهب. لكن المهم عندي في مثل هذه الأحاديث أن تنزل منازلها الصحيحة، وأكثر من عياذا بالله حاد عن الطريق في الناحية العلمية أنه يقرأ في أبواب ويغفل القراءة عن أبواب أخرى. لا يتضح القرآن لأحد ولا تتضح السنة لأحد ما لم يحاول أن يجمع بينهما في المقام الأول، وأن يجمع ما بين آيات القرآن، ولا ينظر إلى المتشابه ويترك المحكم، ولا يأتي للسنة فيقرأ حديثا ويترك آخر. فكم من حديث مفسر بحديث آخر، وكم من أحاديث إذا جمعت ينجلي ذلكم اللبس الذي قد يراه الإنسان بادي الرأي وهو يقرأ الحديث الأول دون أن يقرأ حديثا آخر يبينه. ينبغي علينا أن نعلم أن الله عز وجل خلق الخلق وجعل أجلا لنهاية ذلك الخلق، ثم إنه عز وجل في أول خلقه، بمعنى في أول ما كانت الدنيا، كانت الأمارات والعلامات غير المألوفة كثيرة جدا، كما نرى في أخبار أنبياء بني إسرائيل: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، ميت يضرب ببضعة لحم من بقرة فيحيى. وعلى ذلك توالت، وسليمان يكلم الطير، وغير ذلك من الآيات المعروفة التي كانت في أنبياء بني إسرائيل ومن قبلهم. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله بالقرآن على أن القرآن معجزة خالدة وآية عظيمة باقية إلى أن يرفع قبيل قيام الساعة. تلك الأشياء غير المألوفة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خبت وقلت، بل لا تكاد توجد. طغت المادية كما ترى المعاصرة،
والأشياء المحسوسة التي ترى عيانا حتى تقترب الساعة. فإذا اقتربت الساعة عاد الأمر إلى ما كان، عاد الأمر إلى ما كان عليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها في زمن عيسى؟ قد يحمل ذلك أن من بركتها وثمرتها خروج انحصار الفرات عن جبل من ذهب، لكن قد يجاب عن ذلك أن ذلك لو كان فيه ثمرة وبركة حقا لما اقتتل الناس عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى الناس عن شيء مثل هذا ظاهر الخير أنه ذهب وهو مطلب لكل أحد إلا لأمر أعظم منه، وهو أنه لا ينبغي أن يشغل الإنسان عن الساعة. ثم تأتي أحداث أمارات يخرج بها حال الخلق عن المألوف. تتكلم السباع، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يخبر الرجل عذبة صوتي عما أحدث أهله بعده. فتأتي أمور غير مألوفة حتى تنتهي هذه الأمور غير المألوفة بخروج الدابة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ظاهر القرآن، ظاهر السنة، أن بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج الدابة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فينقسم الناس إلى مؤمن وإلى كافر. المؤمنون بالطبع يموتون ولا يوجد علماء والقرآن يرفع، فلا تنشأ أجيال مؤمنة بعد ذلك، يخبو الإيمان حتى يبقى أقوام لا يدركون من العلم إلا قول لا إله إلا الله. ثم هؤلاء الذين يعلمون أن لا إله إلا الله يموتون، فتنشأ أجيال لا تعرف الله طرفة عين ولا يذكرونه أبدا عياذا بالله. هؤلاء عليهم تقوم الساعة. من يقرأ هذا الأمر بمثل هذه الطريقة ويعرف مبدأ الأمر ونهايته لا يمكن له بعد ذلك أن يسعى إلى أن يتعجل شيئا قد علم من الله أن ذلك ليس زمنه. فما لم يكن زمنه لن يأتيك. ولهذا المصارعات أحيانا إلى مواطن الفتن وإلى طرائق المحن وإلى الأقاويل وإلى إنزال الأحاديث وإلى محاولة إيجاد تصور لكثير من الآيات ومن الأحاديث وقع فيه كثير حتى من السابقين حتى من المتقدمين، ولم يجدوا من وراء ذلك طائلة. لقد جاء على الناس زمن كانوا يظنون أن الناس لن يبلغوا 1000 عام، وكانوا عازمين على أن الساعة قبيل ذلك بكثير. فمضى الآن 1000 عام، ثم مضى أكثر من نصفها. نحن الآن في عام 1435 للهجرة، وسيأتي أعوام الله أعلم بها، تقل تكثر الله أعلم بها. لكن المقصود أن أشراط الساعة الكبرى لا تجلب، لها زمن، لها أجل لا بد أن تأتي فيه. نحن نتحدث عن النيل والفرات باعتبارهما نهرين من أنهار الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرجنا للحديث عن أشراط الساعة لأن الفرات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بقوله لا تقوم الساعة. فلما قال لا تقوم الساعة فهمنا أن هذه التوطئة النبوية لحديثه صلى الله عليه وسلم إشعار لنا بأن الحديث يتكلم عن أمارات الساعة وعلاماتها. لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، كذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل الأرض اجتمعوا اليوم على أن يجففوا ماء الفرات حتى يخرج ذلك الجبل ولم يكن الله قد أذن أن هذا أجله وهذا زمنه، فلن يجدوا شيئا، لن يجدوا إلا ترابا بلقعا، لأنه لن يقع حتى يأذن الله. كما أن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن يبحثوا عن يأجوج ومأجوج لن يجدونهم حتى يأذن الله، لن يجدوهم حتى يأذن الله عز وجل بخروجهم في اليوم الذي عينه الله عز وجل لهم. اللجوء إلى الله، الاستمساك بهدي الكتاب والسنة هما المنجأ مما نحن فيه من الفتن. نفي إلى فاصل ثم نؤوب إلى أسئلتكم إن شاء الله تعالى. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، نوب إلى ما كنا عليه من الخير والفضل بحمد الله. قلنا أن عنوان الحلقة النيل والفرات وهما نهران ينبعان من الجنة. نبدأ بأسئلتكم، نبدأ بالأقرب الذي وصل إلينا، الأخت أم فيصل من دبي. تقول: قول الله تعالى تجري من تحتها الأنهار يكثر في القرآن،
لكن كيف نجمع ما بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل من تحتهم الأنهار؟ من تحتهم الأنهار، هل هناك فرق بين المعنيين؟ ويقال إن في القرآن ثلاثة طرائق. آية واحدة جاءت في التوبة، قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان تجري تحتهم الأنهار. وقول الله عز وجل من تحتها الأنهار، وقال من تحتهم الأنهار، وهذا الذي أشكل على الأخت السائلة. إذا جاء في القرآن جنات تجري من تحتها الأنهار، فاعتبار المعنى أن تلك الأنهار تأتي من أسفل أشجار تلك الجنات، لأن جنات جمع جنة والجنة الشجر، فقول الله عز وجل من تحتها الأنهار أي من تحت ذلكم الشجر، وهذا بين. وأما قول الله عز وجل من تحتهم وهو الذي أشكل على السائلة، فهذا عائد إلى على أهل الجنة، من تحتهم عائد على أهل الجنة، فهذا يشمل أمرين. الأمر الأول وهم الأشجار التي إذا خرجوا إلى الأشجار، والأمر الثاني وهم على الغرف، على الأسرة، على الأرائك، وليس هناك شجر، ليس ثمة شجر، ومع ذلك تجري تحتهم الأنهار، تجري تحتهم الأنهار وهم في قصورهم وهم في دورهم. قال الله عز وجل عن فرعون مع الفارق العظيم، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقصد من تحت قصره، يقصد ماذا؟ من تحت قصره. فكذلك قول الله عز وجل تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت قصورهم، وقول الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار، فتلك الجنات هي شجر، أطايب النخل، أطايب الشجر، أطايب الأعناب، كل ذلك تجري من تحته الأنهار. فأنهار الجنة على طرائق عدة، منها ما يجري تحت القصور، منها ما يجري تحت الشجر والثمار، ومنها كذلك ما يطلبه الإنسان فيكون له. قال الله عز وجل يفجرونها تفجيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، هم في مكانهم يفجرون تلك العين، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم، الأخ أحمد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لدي سؤال يا شيخ. تفضل يا أخ أحمد. أرجو التبيان حكم بالتفصيل، حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية، الجهرية وليس السرية. نعم. وما حكم الصلاة التي لم يقرأ المأموم فيها؟ لأن حسب أقوال الأئمة مثل الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رأوا عدم جواز قراءة المأموم، فأرجو تبيان حكم. أنت تسأل سؤالا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تعرف أغلب إجابته، ولعلك تريد أن تنفع الناس، لأن هذا السؤال يكثر في الناس. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك إلا أن تكون أم الكتاب. وهذان الحديثان قال بهما من قال من العلماء إنه يلزم على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة سواء كان في صلاة جهرية أو سرية. وقال بعض العلماء إن قراءة الإمام الفاتحة جهريا تكفي مأمومه، أي لا حاجة للمأموم أن يقرأ. وهؤلاء حجتهم ظاهرة من الباب التالي. الآن نترك هذا الجواب حتى نأتي إلى مثال ثم نردك للأول، هذه طريقتي أنا في الإجابة. الآن الإمام عندما يدعو ويقول مثلا اللهم اهدنا فيمن هديت، نحن معشر المأمومين نقول آمين، ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، نقول نحن ماذا؟ آمين. فنحن لماذا نقول آمين؟ لأن الإمام يدعو عنا، لا حاجة نحن لأن نقول اللهم اهدنا فيمن هديت مثله، نكتفي بقول آمين. فاكتفاؤنا بقول آمين دليل على أن الإمام هذا يدعو عن نفسه وعنا، يدعو عن نفسه وعنا. الآن نأتي للصلاة. الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة جهرا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا قال الإمام ولا الضالين ماذا نقول نحن معشر المأمومين؟ نقول آمين. فقولنا آمين دليل على أن الإمام كان يقرأ الفاتحة عنا، كان يقرأ الفاتحة عنا. وهذه حجة قوية لمن قال بأن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية للفاتحة تغني المأموم أن يقرأها. وبه قال المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه فتاوى كثير من أهل العلم المعاصرين،
وهو الحق إن شاء الله، وإن كنت في صنيعي أقرأها لكنني لا أستطيع أن أنفك من قراءتها، لكنني لا يمكن أن أحكم على أحد ببطلان صلاته لأن الأمر بين واضح جيد جلي. فإن قال قائل سكتة الإمام، سكتة الإمام التي ما بين الفاتحة وما بين قراءة السورة التي تليها، هذا لم يثبت به سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان له سكتتان، سكتة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح قبل الشروع بالفاتحة، وسكت بعد أن يقرأ ما تيسر من القرآن حتى يرتد إليه نفسه. والعلم عند الله، وأرجو أن تكون الإجابة قد وضحت يا أخ أحمد. الأخت فاطمة من تونس. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. حياك الله. أنا نحب نسأل على يعني هل يجوز الصدقة على الميت غير المسلم؟ والسؤال الثاني هو يعني الصدقة وماذا؟ دعينا في الأول يا فاطمة. الصدقة على غير المسلم يعني أي واضح واضح واضح. أوكي. والسؤال الثاني ما حكم زيارة المقابر للنساء؟ بالنسبة لجواز الصدقة على غير المسلم، الله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال بعض أهل العلم في فهم هذه الآية إن الأسير الأصل أنه لا يكون إلا كافرا، وجوز الصدقة عليه. الصدقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يراد بها الزكاة الأموال فهذه لا يجوز إعطاؤها لغير المسلمين، وإما أن يراد بها زكاة الفطر تسمى صدقة لكن لا يجوز إعطاؤها لغير المسلمين. بقينا في الصدقة النافلة، فهذه الأولى الأحرى الأحق أن تعطى لفقراء المسلمين. فإن وجدنا غير مسلم فقير وأحببنا أن نتآلفه، أحببنا أن نرغبه في الدين، أحببنا أن نحسن إليه لعله أن ينظر إلى الإسلام نظرة غير التي جبل عليها، جاز لنا أن نتصدق عليه. وأما حكم زيارة النساء للقبور فإن المسألة خلافية منذ القديم، يعني منذ ظهر الفقه الإسلامي. بعض أهل العلم يرى منعها وبعض أهل العلم يرى جوازها، لكن حتى القائلون بجوازها لا يرون كثرة التكرار، ولا يرون أن تكون المرأة فيها شيء من التبرج، ولا يرون أن يكون عند القبور نياحة. وقد ذهب خلص بعض أهل الحديث كالإمام الألباني رحمه الله من المعاصرين، والشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار، وقبل ذلك القرطبي في الجامع، إلى جواز زيارة النساء للقبور. والعلم عند الله، والمستفتي على دين مفتيه، ولكل بلاد مفتوها الذين هم أعلم بكثير من أحوال أهلها. الأخت منى من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم، أنا مدرسة قرآن الكريم في مسجد. نعم. وهذا هو العمل الأساسي الذي أخذ منه راتبي، فيأتيني بعض الأحيان عند الدورة الشهرية أتوقف عن دراسة الأولاد، ثم بعد ذلك إن ذلك ينقص من راتبي. فأردت أن أسأل ما حكم تكملة أين تقع المدرسة يا أخت منى؟ في أثناء أين تقع المدرسة؟ في المسجد. داخل المسجد؟ داخل المسجد. هناك مدرستان، مدرسة داخل المسجد ومدرسة أخرى في كلية خلال أيام السبت والأحد. التي داخل المسجد يعني بمعنى فيها مواطن صلاة؟ يعني نعم. المصلون يدخلونها؟ غير الطلابي. نعم. وبعض العلماء يرخص في هذا، فإن كان حالك كما قلتي فأرجو الله إن شاء الله تعالى لا حرج، لأن أحتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لكن حيضتك ليست في يدك، وقد أدلت إليه يدها، وهو عليه الصلاة والسلام كان حينها في المسجد. وإن كنت أنا أرى في أصلي ما دين الله به عدم الجواز، لكن لوضعك أقول لك يوجد من أهل العلم من يفتيك بجواز صنيع ذلك، فلك أن تأخذي بتلك الفتوى، عل الله عز وجل أن ينفعك بها. الأخ عبد الله من أبو ظبي. السلام عليك يا شيخ. السلام ورحمة الله. الله حيك. رمضان كريم طال عمرك. عندي سؤال طال عمرك. الزوجة عندها مبلغ خارج الدولة
هل يجوز زكاة المبلغ تعطيه أمها علما بأن أمها بأمس الحاجة إلى هذا المبلغ يعني؟ لا يجوز لها أن تعطيه أمها الزكاة. لا تعطى الأم، تهدي لأمها، تصدق على أمها، تنفق على أمها، هذا خير. أما الزكاة لا تعطى لمن كان أبا فما فوق أو أما فما دون أو كان ابنا أو بنتا، لكن تهدي أمها، ما المانع؟ تهدي أمها فتصدق على أمها صدقة عامة، تنفق على أمها إذا كانت أمها كما تقول في أمس الحاجة إليها، لا تنتظر إلى أن تكون زكاة مفروضة. أين البر في مثل هذه الحالة؟ نعم. الأخ سالم من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ. هل يجوز لي أخذ الزكاة من زوجتي؟ نعم يجوز. يجوز. راتبي 4500 ومتزوج عندي عائلة. أنت لا يجوز لك أن تعطي الزكاة لزوجتك، لكن يجوز للزوجة لأنك ملزم بنفقتها، لكن الزوجة يجوز أن تعطيها لك لأنها غير ملزمة بنفقتك. فلو تحصلت على مال وجبت فيه الزكاة جاز لها أن تعطيك، أن تعطيك إياه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيان به، والحديث طويل، لكن موضع الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لزوجة عبد الله بن مسعود أن تعطيه من مالها. الأخت أم أحمد من مصر. أيوة السلام عليكم شيخ. سلام، حياك الله. حياك الله. أنا سؤالي يا شيخ بخصوص زواج الحور في الجنة بالنسبة للرجال، طب وبالنسبة للسيدات هل يكون لها حريات أم ماذا؟ كوني على قناعة أن كل من يدخل الجنة رجلا كان أو امرأة سيرضيه الله رضا لا سخط بعده أبدا ولا ينتابه سخط البتة. أخبرنا الله عز وجل ببعض طرائق ما يجعلنا راضين وسكت عز وجل عما هو أعظم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأخت فوزية من دبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. يحبك في الله والله العظيم. حياك الله أختي. يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت. نعم. السؤال الأول، زكاة المال هل تجوز على الأهل الأخوة والأخوات والوالدين؟ الوالدين لا تجوز. الوالدين على الأخوة والأخوات إذا كانوا فقراء مساكين تجوز. وهم الوالدين منفصلين على فكرة. حتى لو كانوا منفصلين باعتباري أنهما والدين لك فلا. نعم. يجوز، يجوز إهداؤهما صدق عليهما الإنفاق عليهما، نعم ولا بد من ذلك. وأما الإخوة والأخوات فيجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. السؤال الثاني أخت فوزية. السؤال الثاني، قراءة القرآن من الآيباد وأنا على غير طهارة يعني في العادة الشهرية. يجوز، لأن القرآن، لأن هذا الذي أسميتيه لا يسمى مصحفا ولا يسمى قرآنا، فيجوز القراءة فيه. باقي سؤال يا أختي. هل يجوز ختمه؟ نعم، يعني أقدر أختم القرآن من الآيباد؟ يجوز يجوز، لا يجوز كذلك. نعم. نعم، سؤال من؟ الأخ مرعي من ليبيا. تفضل يا أخ مرعي. نعم، سؤال من؟ الأخ مرعي من ليبيا. تفضل يا أخ مرعي. نعم، سؤال من؟ يا أخ مرعي لعلك تقصر صوت التلفاز، اسمعني من الهاتف. ذهب مرعي. الأخ محمد من قطر. تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير يا شيخ، والله يعطيك العافية وينفع فيك إن شاء الله العباد والدين إن شاء الله. أنا سؤالي يا شيخ حبيت أسألك، بعض الجمعيات الخيرية خاصة عندنا في الخليج بدأت تتجه اتجاهات سياسية بعيد عن أصحاب الناس اللي تعطيها التبرعات. ساعات يكونون في دول الخليج نفسهم أو عندنا في ناس محتاجين وتحصل الجمعيات الخيرية ما تلتفت حق الناس، سواء يعني أنا ما بحدد بلدين بس في أنا أقدر أقول لك في أغلب بلدان الخليج. النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فما أدري يعني ليتك تعقب أو تفتيني في هالموضوع، خاصة أن أنا يعني عقب اللي أشوفه من الجمعيات الخيرية صارت عندي ريبة بكل أمانة أقول لك أني أنا أعطيهم صدقة أو زكاة.
والسلام عليكم. شكرا لك أخ محمد. أنا لا أستطيع يعني أن ولا أنت إن شاء الله أن أحمل ذمتي ما لا تحتمل، لكن أقول كل أحد تصدر للناس وأخذ مالا فجمعه ونصب نفسه أنه يصح له أن يكون وكيلا عن أثرياء المسلمين وأثبت لهم أنه يعطي هذا المال في حقه، فلا يجوز له شرعا ديانة ذمة أن يجعل من هذا المال الذي جمعه طريقا إلى أغراض سياسية خفية هنا أو هناك بالليل أو بالنهار في الداخل أو في الخارج. يجب أن يجنب العمل الخيري الطريق السياسي بكل أحواله. السياسة لعبة خارج مسألة تبرعات المسلمين، لها أهلها، لها رجالاتها، لها عالمها، لها دهاليزها المظلمة، لها خفاياها. يجب أن يكون القائمون على الجمعيات الخيرية أن يتقوا الله في أموال المسلمين، ولا تكون مقصودهم من إقامة تلك الجمعيات أن ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وإنما عليهم أن يتقوا الله فيبدأوا أولا بفقراء البلد الذي هم فيه، بفقراء الدولة ومساكينها الذين هم فيه، يتحروا ما فاض. فكم في بلاد المسلمين من فقراء، لكن حتى ونحن نعطي في داخل تلك البلدة أو في خارجها في تلك الدولة أو في خارجها، نتوخى فقراء المسلمين ومساكينهم، أراملهم، اليتامى منهم. ليس لنا علاقة في عملنا، ينبغي أن يكون هذا الشعار والدثار في الظاهر والعلن، أن يكون الأمر نعطي لأن فلانا فقير ولأن فلانا مسكين، لا نعطي ونحن نقول لا نريد فقط أن نسمن أبدانهم بل نريد أن نغير أفكارهم. فإذا كانت الجمعية تحمل فكرا وتريد من طريق ذلك المال الذي يعطيه إياه الأثرياء أن تسوق فكرا، فهذا بلاء عظيم، لأن الذي أعطاها المال من أثرياء المسلمين ما أراد إلا أن يطعم الفقير والمسكين، وليس له علاقة بالأفكار والآراء والجماعات والأحزاب. هذا الأصل في إعطائهم المال، وعليهم كما أخذوه أن يكونوا نائبين حقا عمن أخذوه عنه، وأن يتقوا الله في فقراء المسلمين ومساكينهم. الأخ علي من هولندا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله، بارك الله فيك، أحبك بالله، أحبك الله وأجلك يا شيخ. عندي سؤال، وشفت لك رؤية رمضان الماضي ولكن الظروف ما حصلت أتصل بك. تفضل. أرجوك لك إياها، ما حد أكلمك إياها بعد البرنامج ولا غدياً؟ تفضل، ابدأ بأيهما. شفت لك رؤية مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والسؤال ما هي أقرب الطرق أو الذكر إلى الله سبحانه وتعالى؟ اللهم أهل الله. أعيد الرؤية، ماذا رأيت؟ رأيتك الرؤية مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رمضان الماضي، رمضان الماضي 27 رمضان الماضي. الله يبشرك بكل خير، الله يبشرك بكل خير. والسؤال الثاني، ما هي أقرب الطرق أو الذكر، أفضل مع الذكر التقرب من الله سبحانه وتعالى؟ الذكر المقرب إلى الله تعالى؟ أعظم الذكر قراءة القرآن ثم قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والتهليل. نعم، التكبير والتهليل والقرآن الفضل، كل ذلك من الذكر. الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قراءة القرآن، آيات الكرسي، المعوذتين، الكهف وغيرها. القرآن كله 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 خير بلا استثناء، هذا كله من ذكر الله. وفي الحديث، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وفي القرآن فاذكروني أذكركم، وفي القرآن اذكروا الله كثيرا. الأخ أحمد من مصر. نعم، تفضل يا أخ أحمد. يا أخ أحمد من مصر تفضل. الأخت مسلمة من دبي. لا أحمد، وأين الأخت مسلمة؟ تفضل يا أخ أمين من فرنسا. ألو، السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. شيخ، لا عندي لا سؤال ولا أريد تدعي لي. كف. تفضل يا خمين. يسمع كثرت علي الديون يا شيخ، أريد أن تدعو لي لأي مستمع يسمعوني، أن يدعو لي بالدعاء يسلكني بالدين. أدعو لأخيكم أمين
كثرت ديونه، قل اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. لعل الله بهذا الدعاء أن يكشف غمك وهمك كما دل عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. سأل الله أن يكشف همك وغمك ويقضي دينك يا أخ أمين. نعم. الأخ يوسف من الجزائر، تفضل يا أخ يوسف. نعم يا شيخ، حياك الله. أريد أن أسأل عن صلاة التهجد. نعم، ما السؤال؟ صلاة التهجد بعد الوتر. لا، ليست بعد الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أخي يوسف اجعلوا آخر صلاتكم وترا، الوتر يكون آخر الصلاة، لكن لو قدر أن الإنسان أوتر ثم بعد ذلك وجد في نفسه قدرة على أن يصلي فليصلي ركعتين 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 ولا يوتر، لقول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. ختاما بسؤال الأخ يوسف من الجزائر، ينتهي لقاؤنا هذا المساء المبارك، وقد كان عنوان اللقاء النيل والفرات. اللهم إنا نسألك أن تسبغ علينا من نعمك وكرمك وفضلك وإحسانك ما تغنينا به عن رحمة من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.